إذن ثاني الوافدين إلى الميدان في الشوط الثامن فرعون النيل ابن فحل نيل فير والأم عتيقة هلا الملكة عبود أبو صلاح المدرب محمد أبو صلاح أما القيادة ستكون للفارس عمر غدير يليه طاووس ابن فحل سلازجي والأم بنت ألون الملك اياد العوض ابو كريم المدرب تدريب اسطبلات العابد والقياده للفارس يوسف عبيد على صاوه الطاووس اسرع شوي فرسان الشوط الثامن والعدنان طاووس انطلق بعمليه الاغماء يليه فرعون النيل ابن الفحل نيل فيرو الملك عبود ابو صلاح المدرب محمد ابو صلاح بقياده الفارس عمر غدير ثلاث المنطلقين العمدة ابن الفانتوم أونيل والأم بنت مجالي الملك والمدرب الحاج عبودي زعبي على صهواته الفارس خالد السعدي ملاك مدربين خيول الشوط التاسع كونوا على أهوة الاستعداد شوط الفئة الثانية كان عنده عشر حكي معي يروح على الأقصى كمان يروح على الأقصى وعنده عرس كمان بني مقيب لليوم لحق يا رب نام له ساعتين زين أبو العدنان يلا في يوم السبت القادم ان شاء الله في تاريخ 14/8 سينطلق بعون الله تعالى اولى المهرجانات على ميدان البطوف تحت اداره الاخوه اكرم عاود ابو العدنان ووجدي خطيب ابو السليم وادهم صبيح ابو علي وباسم قطن ابو عناد سينطلق مهرجان ميدان البطوف بعون الله تعالى في يوم السبت القادم في تاريخ 14/8 بعون الله تعالى بالسلام والنجاح ان شاء الله برفقة الفارس المخضرم يوسف عبيد على صهوة الطاووس يأخذ موقعه النهائي داخل الجهاز الانطلاق ثلاثة مشاركين بثمان أشواط هذا المهرجان بالفعل انطلقت خيول الشوط الثامن على بركة الله تعالى بانطلاقة ثلاثية إلى أن الطاووس مع يوسف عبيد ينتزع صدارة الشوط عمر غدير على صهوة فرعون النيل وخالد السعدي على صهوة العمدة يرفع وتيرة الشوط للمراحل الأولى من هذا السباق العمدة برفقة الفارس خالد السعدي ليكتمل هذا الثلاثي الصاروخي مرغم من عطف الأول العمدة وفرعون النيل والطاووس خالد السعدي عمر غدير ويوسف عبيد على صهوة الطاووس إلى أن العمدة بصدارة الشوط الآن بدخول المعاطف الأول العمدة والطاووس وفرعون النيل الصراع الثلاثي لا يزال قائم بين المنعطفين قرب المنعطف الثاني والأخير خالد السعدي ويوسف عبيد على صهوة الطاووس يقلص الفارق شيئا فشيئا بدخوله المنعطف الثاني والأخير الطاووس بصراع مع العمدة على صدارة الشوط فرعون النيل يندفع من الخلف خالد السعدي على صهوة العمدة ويوسف عبيد على صهوة الطاووس فرعون النيل يحاول مع عمر غدير إلى أن الصراع بات ما بين العمدة والطاووس على صدارة الشوط خالد السعدي ويوسف عبيد الطاووس يحلق بصدارة الشوط الثامن برفقة الفارس المخضرم يوسف عبيد على صهوة الطاووس بصدارة الشوط الثامن العمدة مع خالد السعدي بالمرتبة الثانية تدريبي على ميدان الأحلام صخرة البريق ابنة بطل أبطال الميادين المعروف برق البريق والأم أسيل الفانتوم المالكين أبناء الحاج أبو يونس بقيادة الفارس أياس أبو جبل بنت الغالي هاي حل اولا بثمان اشواط هذا المهرجان الطاووس ابن الفحل سلاز والام بنت الون مبروك لاياد العوض ابو كريم مبروك لاسطبلات العابد مبروك حبيبنا يوسف عابد بقياده الفارس المخضرم يوسف عبيد على صهوه الطاووس حل اولا بصداره الشوط الثامن مبروك الف الف مبروك مبروك لاسطبلات العابد وجميع طاقم الطاووس مبروك يا ابو كريم اياد العوض مبروك يوسف مبروك يوسف عبيد مبروك الف الف مبروك المرتبة الثانية كانت من نصيب العمدة ابن الفانتوم اونيل
المالك والمدرب الحاج عبود الزعبي، والقيادة كانت للفارس خالد السعدي. مبروك، ألف ألف مبروك، مبروك للعمدة، مبروك للحاج عبود الزعبي، مبروك حبيبنا الكريم اياد العوض، مبروك ألف ألف مبروك لأصحاب المراتب الثلاث الأولى